طيب احمد، عايز اسالك، شايف مين اللاعب اللي اداؤه تطور مع اوسوريو ومتوقع له ان الفتره الجايه الكيرف يعلى ويفيد نادي الزمالك؟ خليني اقول لك، هو الريتم كله بتاع الفرقه بيعلى، بس اكيد ولكن في لعيب انت متوقع له ان هو يمكن يتالق انا الموسم شايف الجاي. ان عمر جابر مؤخرا بعد ما الراجل اداله الثقه وبدا يلعبه في قلب الملعب، اوقات بيلعبه رقم 6 اوقات رقم 8، انا شايف انه تطور بشكل كبير قوي بعد ما كان فيه هجوم كبير جدا جدا عليه من جماهير نادي الزمالك. لا، بدات جماهير نادي الزمالك تثني عليه في اخر 3 4 ماتشات بالاضافه للبطوله بطولة العربيه. عربية كمان. فانا شايف ان عمر جابر هو اكتر لعيب ممكن اداؤه يتطور، بالاضافه ان ضاي، طبعا ضاي واحد من اللعيبه برضه اللي عملوا ادوا ماتشات البطوله العربيه كويس، وادى اخر ماتشات في الدوري كويس. فانا بقول لك هو كمان الراجل بيطور اداء اللاعبين، مش مدير فني كوتش بيقرا ملعب بس، وده مهم قوي قوي قوي. في مدير فني بيقرا ملعب بس ويتعامل مع مواقف اللعب، في مدير فني تاني بيطور اداء اللعيبه ويقدر يخرج من الامكانيات الجيده اللي عنده. فانا شايف ان عمر جابر ونضاي هم اكتر اتنين ممكن يتطوروا. كريم، نفس السؤال، شايف مين؟ الجزيري وعمر جابر. طب انا وجهة نظري غيركم، يعني انا شايف ان مصطفى شلبي مصطفى، بس مصطفى بس ظاهر ما يعني. لسه ما لعبش معايا، يعني انا شايف ان الراجل مصاب بقاله فتره كبيره، يمكن قبل الاصابه على بس طول يمكن كان كويس. مصطفى اتصاب بعد ما خد مان اوف مصابه ذا ماتش كويس، تقريبا ماتشين ورا بعض مع كان اسوريو، ماشي كويس صح، واداؤه كان من مفاتيح نادي الزمالك بس الهجوميه. في حاجه احنا شفنا مصطفى كويس معايا، لا اللعيب اللي كان فيه عليه هجوم شويه هو عمر جابر، انا متخيل هيبقى حاجه تانيه، هيبقى مختلف خالص. وانا كان عندي ايمان بعمر، انا بحب عمر جابر جدا، لعيب كبير جدا، هو لعيب زيزو حتى طلع منتخبات، قال لي تصريح انه شو هتلاقي عمر جابر تاني هو حتى فنش، حتى ماتش الاهلي الشوط الثاني الشوط ده بتاع عمر جابر، يعني اللي غير صح الشكل كده اللي قفل الدنيا هو. هو عمر جابر، فهو لعيب كمان عنده مرونه تكتيكيه كبيره قوي، يلعب باك بيقدر يدافع فيها بشكل كويس، بيلعب في نص الملعب بيعرف يشغلها بشكل كويس، وكمان عنده هو فوتبولر كويس، يعني بيعرف يوسع الكوره، بيعرف يكمل، ممكن تلعب بيه 4 1 4 1 وتحطه جنب ال10 قدام. فهو انا بشوف ان عمر جابر هيبقى مختلف، شلبي خلاص قدم اوراق اعتماد زي ما بنقول الى حد ما. الجزيري برده اختلف جامد جدا من فيريرا ل حركاته. طبعا حركاته فرقت، مستر فيريرا يا مينا كان في حاجات كتيره قوي بتحصل الناس ما تعرفهاش واحنا نعرفها واحمد احنا بتوع يعرفها. الكوره طبعا لا، وفي حاجات كان يعني في حاجات بره الكوره خالص كانت حاجات بتحصل. كانت بتحصل في بص، كان في حاجات في الكوره ثوابت كانت بتتعمل غلط، اللوجيك والطبيعي اللي يتعمل في الكوره كان بيتعمل عكسه، فكان في حاجه طبيعيه، حاجه مش طبيعيه بتحصل في فرقه، يعني فاهم؟ نو واي ان المدير الفني، المدير ربنا الفني ربنا كان مبارك وكانت ماشيه انا بقول لك الدوري عايز اقول حاجه بقى، نو واي ان المدير الفني اللي فنش الموسم اللي فات بنو امكانيات، ما فيش لعيبه، ما فيش حاجه خالص، هو المدير الفني بيتغلب 5 6 ماتشات في 10 ماتشات، لا مش هو ده خالص. وبعدين خلال بقى التمارين، انا على علاقه جيده باللعيبه، لعيبه كتير قوي كانت بتقول لك الراجل ما بيحفظناش حاجه، ما بيطورش اداء، ده اللي كريم عايز يقوله. ما انا ما بتكسفش اقول، على عكس أنا بقى اللعيبه كلها بتشكر في اسوريو، انا عن نفسي بقول مدير لا فني بتكلم على فيريرا، يعني انا عارف، انا بقول لك على العكس دلوقتي. الموسم الاخير لفيريرا الراجل كان بيعمل ايه؟ بيعمل احماء وبيعمل تقسيمه، انا اقول لك معلومه ولا جمل ولا تصحيح اخطاء، انا اقول لك معلومه تصدمك، مش احنا بنقول احنا خدنا الدوري من غير اي حاجه؟ شوية البدني بتوع مستر كارترون، والله ممكن شوية البدني بتوع كارترون بدني، ما فيش احسن مدير فني في مصر دخل بيشتغل بدني، احسن مدير فني في تاريخ الدوري المصري، هو بيشتغل بنفسه على فكره، بيشتغل جزء كبير قوي من الفرقه، لازم يبقى بدني، يعني خمسة مش عايز ابقى افور، بس 50% لازم تديني بدني، هو 100% يعني. اللعيب هو 100% ده اللي بقوله للعيبه، انك في اول الماتش اول 10 دقائق انت ممكن تعمل كده وكده وكده، فدي فرق على اخر الماتش ما بتبقاش قادر تعملها، لكن لو انت واقف بدنيا كويس من الدقيقه الاولى للاخيره تعمل كل اللي انت قادر عايز تعمله. يمينة كانت متكرره كتير قوي قوي مع مستر فيريرا، ما كناش فاهمين ايه الحل، يعني عندنا كوارث.